السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استلمنا الموتوسيكل الجديد من شركة دايون STS 400 cc، الموتور الاثنين سلندر، الموتوسيكل اللي شبيه الدوكاتي واللينشينو 502 من بينيلي، وهنطلع نجرب الموتوسيكل على الطريق ونشوف أداء الموتوسيكل عامل ايه من حيث القوة، من حيث الثبات، من حيث الفرامل. سامعين صوت الموتور عامل ازاي؟ ناقصه بس ان فردة الشكمان دي تعدل ويركب له فردة تعديل وتسمع بقى صوت الونة اللي انت محتاجها. صوت الموتور ده قوي بجد، الاثنين سلندر مقدمين باور 42 حصان. هنطلع بالموتوسيكل ده على الطريق نشوف الاداء ده فعلي ولا اداء وهمي. وعايز اوضح حاجة مهمة جدا، الناس اللي بتسألنا على السعر، لحد الوقت الحالي اللي احنا بنصور فيه الفيديو ده لسه السعر ما تحددش. اتمنى بس الناس تدعمنا باللايك والاشتراك، والاهم من اللايك والاشتراك في حاجة مهمة جدا عايز اوضحها للناس. احنا كنا بنجرب الموتوسيكل ده على الطريق الزراعي، فالطريق الزراعي كان زحمة، فكنا بنبقى قريبين من الموتوسيكلات والعربيات جامد. فانا بقول للناس يا ريت تتخزم المسافة الامنة ما بينك وما بين اي عربية. المهم ان احنا بدأنا نتحرك بالموتوسيكل وطالعين بالموتوسيكل على الطريق. اتفرجوا كده على اداء الموتوسيكل ده، الغيار الاولاني، الاولاني تحت والباقي فوق. الاولاني جاب معايا سرعة 50 وعدى 50، طيب التاني طالع معايا لحد 80 فيما فوق. طيب ايه السر ده؟ قوة الموتور. الموتور الاثنين سلندر يديني باور جبار، افضل من موتور السلندر واحد. حتى لو الموتور السلندر واحد 400 سي سي او 300 سي سي عمره ما هيديني باور الاثنين سلندر، وطبعا الاثنين سلندر برضه عمرهم ما هيدوك باور الاربع سلندر. لكن تعالوا نجرب الاثنين سلندر نشوفهم عاملين معانا ايه على الطريق. ده الغير الرابع طالع 120. الميزه اللي عجباني سرعه استجابه الموتوسيكل، لو انت بتزود تلاقي الموتوسيكل جاهز معاك بسرعه. احنا ماشيين مثلا 115 اهو، شايفين الطريق عامل ازاي؟ مش قادرين نجري اكتر من كده، الطريق قافل علينا. بحذر الناس، اللي احنا بنعمله ده غلط، لازم يكون ما بينك وما بين العربيه اللي قدامك مسافه امنه. لكن احنا الطريق زحمه واحنا بنجرب الموتوسيكل، لكن ديت ظروف خارج عن ارادتنا. طيب شوف سرعه استجابه الموتوسيكل، بصوا بتزود تلاقي الموتوسيكل قابل ان هو يجري. الموتوسيكل بصراحه ثابت في غرز عقليه، يعني في المنورات يمين وشمال وتيجي وتروح، لا الموتوسيكل ثابت. بصوا كده العداد عامل ازاي؟ بيزود بالاثنين وبالثلاثه، يعني هو 140 145، لا بيزيد وقابل رغم ان الطريق معانا مش سامح. يعني انتوا شايفين هنرجع تاني ل 100 110 الكلام ده، ليه؟ الطريق قدامنا بصراحه مقفول. طيب نكمل تاني بالموتوسيكل، شايفين الغيار؟ احنا بنقرص على الغيار. بصراحه الموتوسيكل منه انجكشن سرعه الاستجابه بتاعته عاليه مع الموتور الاثنين سلندر. لا بص انت راكب طلق بجد، ده مش موتور 400 سي سي، انت راكب حاجه 500. بصوا زود تلاقي الموتوسيكل قابل، الموتوسيكل قابل وبيروح. يعني احنا طالعين دلوقتي كوبري، ده كوبري اللي احنا طالعينه، قابل وبيطلع ال 120 وبيطلع ال 130 وطالع ماشي مش فارق معاه، نازلينه بكوبري. كوبري على فكره مش طويل، يعني احنا كده نزلنا بكوبري اول خلاص جينا على الطريق تحت. الموتوسيكل ماشي 140 هتلاقيه طالع طالع برضه. سرعه استجابه المحرك فظيعه بجد، شايفين قابل وهيطلع تاني، هيطلع 157 158 160 162 163. لا الموتوسيكل بصراحه اداؤه عجبني. المشكله معانا في التجربه ديت ان الطريق معانا ما كانش مساعدنا. احنا لو طلعنا بالموتوسيكل ده على طريق على ما اظن ان احنا هنقفل 180. ليه؟ الموتوسيكل اتنين راكبينه، واحد سايق واحد بيصور، والموتوسيكل ماشي المشي ده. تخيل تخيل الموتوسيكل ده ماشي 14 كيلو بالظبط، يعني يعتبر لسه في مراحل التمرين، واحنا بنقرص عليه وبنحطه تحت ضغط علشان نشوف الموتوسيكل هيعمل ايه. وبصراحه انا كنت متوقع الاداء ده من موتوسيكل 400 سي سي، لان الموتوسيكل ده 42 حصان اكيد يعني هيديك باور اللي احنا شايفينه ده واعلى من كده كمان. لكن زي ما قلت لكم للاسف الطريق هو اللي معانا فيه مشكله. انا بصراحه الموتوسيكل ده بطل، الدوسه كده انت تزود كده تحس ان الموتوسيكل عامل زي الطلقه. العداد، العداد اللي احنا شايفينه ده بقى عداد حكايه بجد. انا بصراحه عاجبني العداد ده، ليه؟ ماشي في عز النهار
شايفين العداد واضح ازاي؟ يعني احنا بنصور والتصوير واضح والارقام واضحة وكل حاجة واضحة، غير ان هو فيه اكتر من مود. غير حاجة تالتة بقى ان هو بيقلب للوضع الداكن، يعني في الضلمة او في الليل هتلاقيه اللي هو الجزء الابيض اللي احنا شايفينه ده بيكون اسمر والكتابة بتكون بيضة. بصراحة انا عاجبني العداد ده، يعني انا ماشي بالموتوسيكل والكتابة واضحة وكل حاجة باينة قدامي، مفيش أي مشكلة، حتى حرارة الموتوسيكل واضحة قدامنا، الشرط حتى مؤشر البنزين واضح، الشرط بتاعته واضحة، كل حاجة في العداد بصراحة واضحة. فالأوبشن اللي موجود في الموتوسيكل ده والإمكانيات إمكانيات محترمة. بصوا كده الراجل اللي بيعدي الطريق ده، خلي بالكم، بصوا ده خطأ غير. فأنا بتمنى من الناس تخلي بالها كويس أوي 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 على الطريق، طالما أنت راكب موتوسيكل خلي بالك وخليك حذر على قد ما تقدر. حد خد باله من حاجه؟ شايفين العداد قلب للوضع الداكن. طب قلب للوضع الداكن ليه وانت ماشي في عز النهار؟ لاننا كنا معديين تحت كوبري، قلب تاني هو اترد ساعه ما طلعنا في الشمس. بصوا قلب للوضع الابيض. نوصل لاهم نقطه، والنقطه ديت هي اللي عامله قلق لناس كتيره، استهلاك الوقود. الناس كلها بتقول لك ده موتوسيكل 2 سلندر فهيستهلك وقود عالي. طيب الشركه بتقول ان الموتوسيكل ده بيمشي ال 100 كيلو ب 3 رتل و 800 ملي، بس انا اتفرجت على ريفيو بره اجنبي ان الموتوسيكل ده كل ما بيعدي الار بي 6 بيمشي برتل البنزين من 20 كيلو ل 23 كيلو. وبصراحه انا شايف ان المعدل ده كويس. طبعا كل الناس اللي هتشتري الموتوسيكل ده هتمشي فوق ار بي 6 علشان هو عايز موتوسيكل يجري بيه، احنا كلنا طيارين طبعا، بس انا عايزكم كده تتفرجوا على سرعه الموتوسيكل ده عامله ازاي على الطريق. بجد بطل بطل بطل. الموتوسيكل تزود تلاقي الموتوسيكل جاهز معاك. ال 160 دي بتيجي في ثانيه، مش صعبه. في ناس كتير بتيجي تجري بالموتوسيكلات عشان تجيب مثلا 150 تحس ان هي بتتعب، لا ده مش صعب، ده سهل جدا ان انت تجيب ال 160. عايزين نجرب الفرامل بقى ونوريكم الفرامل اللي بيقيس عامله ايه في الرمل. تعالوا بصوا كده، دي رمله هي الفرامل اللي بيقيس، شايفين الفرمله عامله ازاي في الرمل؟ لا مثلا العجله زحفت ولا الكلام ده خالص، الموتوسيكل فرملته كويسه جدا. ويمكن انتم لاحظتم على الطريق ان بنكون ماشيين بسرعه عاليه ونيجي نمسك فرامل، الاثنين ديسك الامامي دول فراملهم بصراحه محترمه جدا. الخزن دي نفس الخزن البريمبو، يمكن انا قلت في الفيديو قبل كده، لا الموتوسيكل ده بصراحه في حته تانية خالص خالص خالص. عاجبني اداؤه محترم جدا، ثباته محترم، فرامل الموتوسيكل كويسه، الموتوسيكل ثابت في المناورات، يعني عايز تعمل غرزه شمال غرزه يمين، لا في المناورات كويس جدا مفيش منه مشكله. وانا شايف ان الموتوسيكل ده هيكون بدايه للسوق المصري ان احنا نشوف موتوسيكلات 2 سلندر بكواليتي عالي بالاوبشنات اللي احنا شايفينها ده. الموتوسيكل ده بطل بطل بجد، احنا راكبين على الموتوسيكل 2 وبيأدي الاداء ده. الموتوسيكل لسه جديد ماشي 14 كيلو بالظبط، يعني راكبينه 2 وبيأدي الاداء ده، انت عايز ايه تاني؟ واتمنى ان احنا نشوف في الفتره الجايه موديلات تانيه تكون 2 سلندر 250 سي سي و 300 سي سي، بحيث ان الناس اللي عايزين يشتروا موتوسيكل 2 سلندر يلاقوا اكتر من موديل، يعني في ناس تلاقي 250 وتلاقي 300، علشان احنا بصراحه تعبنا من السلندر واحد، احنا مش عايزين سلندر واحد تاني، يعني فوق ال 250 مش عايزين سلندر واحد، احنا عايزين 2 سلندر. الاثنين سلندر الباور بتاعهم بيكون اعلى من السلندر واحد، حتى لو 300 سي سي، حتى لو 400 سي سي، الموتوسيكل ده 400 والباور بتاعه عالي جدا بصراحه. عاجبني في حاجه كويسه جدا انا ما اتكلمتش عنها، ان الموتوسيكل ده ما فيهوش ذبذبه نهائيا. ليه؟ علشان الاثنين سلندر، بمزاج بقى ان الموتور ده في قلبه حدافه اتزان مانع للذبذبه والرعشه. الموتوسيكل ده في حته تانية بجد، عاجبني والله. اتمنى ان انا اكون فدتكم عن بعض المعلومات عن الموتوسيكل الاس تي اس على الطريق، وتكونوا شفتوا ريفيو يكون عجبكم. بس الناس ما تزعلش مني من بعض الحركات اللي حصلت على الطريق، لان بصراحه غصب عننا لان الطريق كان زحمه، واحنا كنا عايزين نجرب الموتوسيكل على الطريق نشوف اداؤه عامل ايه. اتمنى الناس تدعمنا باللايك والاشتراك، وما تنساش تفعل زر التنبيهات او الجرس علشان يوصلك كل جديد، علشان احنا تعبنا علشان نعمل الريفيو اللي انت شايفه ده، بجد تعبنا وكان في مخاطره كبيره جدا. الموتوسيكل ده يستاهل ان انا اعمل عنه الريفيو المحترم ده. على فكره برضو عايز اوضح حاجه، المساعدين الاماميه دي والمساعد الخلفي مساعدين قويه، شايفين كتر المساعد، المساعد قوي جدا في المناورات وفي الحركات على الطريق، والموتوسيكل تقيل وثابت، ما
الموتوسيكل ده عاجبني، بس الفيصل في الموتوسيكل ده هيكون السعر. لسه الموتوسيكل ما تسعرش لحد الوقت اللي احنا فيه ده. واتمنى ان احنا نكون فدناكم في الفيديو ده، واتمنى من كل الناس بعض الحركات اللي انتوا شفتوها في الريفيو ده على الطريق يا ريت ما تجربوهاش. المفروض يكون ليك مسافه امنه ما بينك وما بين العربيه اللي قدامك. واخر حاجه حبيت اجربها ان انا امشي بالموتوسيكل في طريق مقصد، طريق مش ممهد. المهم الموتوسيكل كويس جدا، مفيش مشكله فيه خالص، كويس، بس هو مش مخصص للطرق ديت، لكن الموتوسيكل ثابت. اتمنى ان انا اكون فدتكم في الفيديو ده، وشكرا.